بعد أن أدرجت في وقت سابق على لائحة التراث العالمي، تشهد هوار ميسان هجرة سكانية كبيرة بسبب الجفاف وشح المياه، وسط تحذيرات من كارثة بيئية قد تصيب المحافظة. هجرة السكان باتت هي الحالة المسيطرة على سكان الأهوار بناحيتي الكحلاء وبني هاشم في ميسان بعد أن سكنها الجفاف وهجرتها المياه. إطلاق هاشتاج انقذوا الأهوار، وأيضا هاشتاجات أخرى منها بيئتنا بيتنا الأهوار مطلبنا، وستكون يعني ستنتج هذه اللقاءات اجتماعا في بغداد ووقفة احتجاجية في بغداد مع كثير من الأخوة الناشطين في مجال البيئة، وللحد لمطالبة الحكومة أن تطلق إطلاقات مائية كبيرة للحد من التدهور الحاصل في منطقة الأهوار. الأهالي الرياف فقدوا المصدر الرئيسي لمعيشتهم حيث نفوق الأسماك، موت الحيوانات، أكيد هذا سبب نتائج كارثية. اليوم من أهم من أكثر أسباب اللي سببها جفاف الأهوار هو هجرة أهل الريف إلى المدينة، هذا ما سبب بالتالي البطالة. اليوم فقدنا مركز أو ثقافة حضارية مهمة، فقدنا مورد ثقافي واقتصادي مهم. هذه البقعة التي أدرجت ضمن التراث العالمي تعيش الآن ظروفا يصعب تفسيرها من قلة الخدمات وتزايد الإهمال من قبل الحكومة. ما أنه الوضع والأهوار ضمن التراث العالمي، فحقيقة الجفاف اللي موجود حاليا بالأهوار اللي محيطة بالمشرح جفاف حاد جدا، بحيث أنه سكان الأهوار حاليا جاي يعانون يعني شحة مياه جدا عالية، أهوار يعني جفت جفاف تام. أهالي مناطق الأهوار لقد هاجروا وتركوا مناطق مراضيهم بسبب الجفاف، ثروات حيوانية كبيرة قد نفقت بسبب الجفاف. طلقنا الكثير من الحملات، طلقنا الكثير من المناشدات للحكومة المحلية للحكومة المركزية، لكن دون جدوى. واليوم من خلال قناتكم الموقرة نطالب جميع الجهات المعنية وبشكل خاص الحكومة الجديدة المتمثلة برئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أن يلتفت إلى ناحية المشرح. التحذير من كارثة بيئية هو الشيء الوحيد الذي يمتلكه سكان الأهوار الذين أغلقت جميع أبواب نداءات الاستغاثة بوجوههم. ما سادنا البصرايح وناس موتة، هذه على لوح شرب، كل شيء ماكو، ناحية بكبرها كل شيء ماكو، ناحية زراعية عمي كلها عقود وكلها ضرائب وكلها حسيها ضيم ضيم، ناحية مظلومة بالنسبة للماء ماكو، زين ناس موتة دوام موت. مطالبات الأهالي من الحكومة الجديدة بإعادة النظر بملف المياه بعد فشل الحكومات السابقة ما سبب جفاف الأهوار. حمزة حسين، قناة الرابعة، ميسان.